نشرة الأخبار. أهلا على الدوام جمهورنا الكرام. جمهورنا الكرام. شهدت صنعاء حملة للقوارض، داهموا الأسواق والمحلات والمعارض بعد حملة الفساتين والأحزمة والبوالط بحجة المخصر وتهمة الضواغط. لاحقوا المجسم ورعاية المعارض بلاستيك يا جماعة، إيش من تفكير هابط قالوا فيها إغراء لسيدنا المراهق. وفي خبر جميل وصلنا من تعز عن طفلها الأمين حسام ابن عز، بفعله النبيل احترامه غرس، فصار حديث الكل في الأخبار والقصص، وأكرمه الناس يستاهل بن قدس. عشرة شهور مرت والمبتعد باب السفارة بدمل من كثر الوعود، ومسؤولنا مشغول بالشقة والعمارة، طلابنا الأوائل هم لليمن منارة. الشرع يا مطنش انقلاب في صنعاء، ما همهم تعليم تعليمة وصدارة. حكومتي اش رأيكم توفروا تخزينة وتصرفوا؟ وفي عدن سجون خارج الدستور والقانون، يختطف فيها مسافر للعلاج نواي غادر. بالله يا انتقالي اش ضركم الشايب الشيباني، رجل في عمر ابوكم مقعد مريض يعاني، هكذا التعامل في السنة يا هاني. في السنة وفي الاخير دمتم، دام الوطن بخير. دام الوطن بخير.